ما عندك شيء صح؟ يلا يصير نتعلم. طبعا هذه المنطقة المستدامة هي الجزء المفتوح الحين، نشوفه مع بعض. المدخل طبعا هذا هو المدخل، في اشياء مثل ما قالت لي الاخت، في اشياء نشوفه مع بعض عندهم. يلا انا ما حجزت، عن تقدرون تحجزوا عن طريق الاونلاين، ولكن انا صار احجز، يقولون في مكان هنا تقدر تاخذ تذاكر. هذا المدخل بنشوف بعدين، تابعونا لو تشوفون ساحة الوصل، الواحة، حديقة اليوم، الاستدامة. طبعا هاي منطقة الاستدامة. طبعا هذا جناح المستدام، شكله في اشياء جميلة جدا بنشوفها مع بعض. تعامل جدا جميل ورائع فعلا، ان الترحيب عندهم قمة في الروعة. هنا يوم تدخل مكان تستانس فيه، تشوفون يتكلمون عنكم، عن بداوة كيف يحمل مع خفيف بدوي كان يسافر خفيف وسريع. وهذه معلومات عن المظلات الموجودة فوق. هاي Good evening. How are you? This is our courtyard. So yes. We have games on both sides. All the games talk about environmental consequences that we currently face. زين. والله ما شوية مجموعة ألعاب هنا. بنشوفوا مع بعض هذه اللعبة. هي عبارة عن شو هذه؟ This is temperature riser. Computer light. Temperature rise, like ice breaking down, climate changes, fire, flood, and then humankind. Nice. So, yeah. That's awesome. مشكورة. يلا. بس لازم بتحافظوا على توازن الجسم. يلا نجربها. يلا شيء هنا بس نشوف اعماق المحيط. وش سالفة احماره؟ شوفوا امون شوفوا. يا سلام، العبي ايوه يا امون. تحدي بين حميد وبنتي، ولكن حميد مغلوب. لعبة الأطفال اللي تعرفونها، الكرة وبعدين يلا كانكم في أعماق، ها وين؟ في البحر. الله يا سلام، ما شاء الله. الصراحة شاشات ولا أروع، كأنه بحقيقة. ما أدري بين عندكم ولا لا، ولكن عندي حقيقة. نحطي شيء حقيقي. يلا فاطمة. ساعدونا، شو تفضلون الطريق هذا ولا تفضلون الطريق هذا؟ نصيحتكم. طبعا رحنا، ولكن ما اعرف شو هي الفكرة. المهم اللي يعرف يخبرني. أشياء في البيت، الفكرة هو السؤال اللي قبل شوي اللي سألناه، إذا كان صار فيضان شو الأشياء الثلاثة ممكن تنقذها؟ تعطيك بحكم عن الدلة الإماراتية. هذا مستوى التعليم عن بعد. ليش نتعلم عن بعد؟ نشوف معلومات هنا. بحرق لكم الموضوع وكيفكم. صراحة شيء خيال. تنقلاتنا من مكان إلى مكان، من جزء إلى جزء، صراحة معلومات ثمينة في المكان هذا. علم عيالكم تعال. جميل، استمتعنا. تعالوا منطقة الأطفال مكتوب، تعالوا نشوف شو منطقة الأطفال. كذلك في مطاعم إذا حابين تأكلون من عندهم. عمون لا تلمسيهم.